أهلا بطوط، الحمد لله، كيف حالك؟ إنني بخير. هل أنت مستعد لتدريبات الجزء الثاني من اللغة العربية للصف الثالث؟ أجل مستعد، سوف نحل التدريبات الجزء الثاني، لقد حللنا تدريبات الجزء الأول، هيا لنكون مع الأستاذ. يا هيا هيا، سوف نكون مستمعين وسوف نتعلم حل التدريبات، هيا. أهلا أصدقائي طلاب الصف الثالث، دمتم برعاية الله. لقد عدنا في حل التدريبات للصف الثالث الجزء الثاني. سوف نحل التدريبات التالية: أضع دائرة حول ضد الكلمات الملونة ما بين قوسين، استبق من غير حركة، هل هي فوضى، سكون، سرعة؟ أحسنتم، سكون. أحسنتم. حركة ضد، أي يعني عكس، عكس حركة سكون. ظهر دب مفترس، هل هو عكس مفترس، ضد مفترس، أليف، كبير، ضخم؟ أحسنتم، أليف. شكرا لكم أصدقائي. هنا الجملة التالية: الصديق وقت الضيق. ما معنى كلمة الضيق؟ ما عكس كلمة الضيق؟ ضد الضيق، هل هي الحزن، القوة، الفرج؟ أحسنتم، ضد كلمة الضيق هي الفرج. ظنه الدب ميتا، ما ضد ميتا، عكس ميتا، ضعيفا، حيا، قويا؟ أحسنتم، حيا. التدريب التالي: أضيف ألف ونون على نمط المثال. صديق، صديقان. صديق مفرد مذكر، صديقان عند إضافة ألف ونون تصبح للمثنى. بيت، أحسنتم، بيتان. كتاب، كتابان. أحسنتم. مزارع، مزارعان. أحسنتم أعزائي الطلاب، نلتقي في الدرس القادم، شكرا لكم.